السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيفكم مشاهدينا الكرام؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية. في هذا الفيديو سنشرح لكم عن تطبيقات جديدة، وسعيد جدا بلقائكم في سلسلة من أفضل التطبيقات الأندرويد، ملفات مختلفة وتطبيقات جديدة مختارة لكم بعناية. قبل أن نبدأ الشرح أدعوكم إلى الاشتراك بالقناة إذا كنت أول زيارة لك، ولايك للفيديو إن أمكن ذلك، والشكر لكل الأصدقاء بدون استثناء، ولكم جزيل الشكر على الدعم. ولنبدأ الشرح. عدنا لكم من جديد أصدقائي. هذا التطبيق عبارة عن تيمات. إذا مللت من هاتفك المألوف فأنصحك باستخدام بهذا التطبيق الرائع كما تشاهد، حيث غير الهاتف إلى 360 درجة كما تلاحظون. كما تشاهد سيتغير الهاتف كليا بنقرة واحدة بس. الثيمات أيضا أكثر من رائعة في هذا التطبيق، فهي ثيمات مخصصة ولك. كما تشاهد خرافي تطبيق. هناك خلفيات، الكثير من الخلفيات، ثيمات مخصصة لك بعناية فائقة، وأيضا ديزنات رائعة. كل شيء تحتاجه تخصصه للهاتف الخاص بك بعدة تطبيقات، فهذا التطبيق واحد يضيف لك مجموعة كبيرة من الثيمات. أيضا في بومزايا تطبيقات تغلقهم على رقم سري. انظر معي، انظر معي أصدقائي الأعزاء روعة هذا التطبيق. تطبيق صراحة بسيط الحجم، صغير، جديد على متجر جوجل أيضا، يغير هاتفك 360 درجة بشكل أكثر من رائع. شاهد كل الثيمات مفتوحة لأن التطبيق جديد على المتجر. نجرب واحد من الثيمات. اوكي،
شاهد، شاهد على رعى. قمة صغيرة الحجم، التطبيق هذا حلو جدا. مجموع في بعض عدة تطبيقات، والميزات مفتوحة كامل لأنه جديد فقط. إن شاء الله عجبكم التطبيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تطبيق بوكا، هذا التطبيق كان توقف فترة وتم تحديث الروابط، وهذه تعتبر أحدث نسخة لهذا التطبيق. هذا التطبيق لمن لا يعرفه، عمل ضجة في العالم العربي، شاهد على تطبيق خرافي. التطبيق هذا حاصل على إعجاب الكثيرين، من المستخدمين لهذا التطبيق. تطبيق خرافي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. بلمسة يد، تطبيق يوفر لك أهم الباقات الترفيهية والرياضية أيضا. تطبيق سهل الاستخدام، تقوم بتشغيل أي باقة، فقط تضغط على الاسم يشتغل لك الباقة كما تشاهد. مجرد ما تمرر إصبعك تسجل حساب هنا، عن طريق ايش تدخل، تمرر بين القنوات بالشكل الذي تريد. تطبيق خرافي جدا جدا، مميزات غير متوفرة في أي تطبيق آخر، ولهذا أستفرد بهذا التطبيق. تطبيق يوفر لك كل الباقات، يتوفر الباقة العربية بالكامل، الباقة الرياضية البنفسجية، وهذا التطبيق نترك الفرصة لكم لكي تستكشفوه. ننتقل إلى التطبيق الآخر. هذا التطبيق تقدر من خلاله تتعرف على الذي حواليك، القرب منك سواء كانوا نساء أو رجال. هذا التطبيق يضيف الأرقام على طول إلى الواتساب بدون أي مشاكل وبكل سهولة. أول ما تفتح البرنامج يقول لك ستارت، قد عدينا الستارت، وعلى طول يدخلك على البرنامج. يطلب منك تحط كود الدولة هنا، مثلا احنا باليمن 9 6 7 بهذا الشكل. تضيف الرقم
بهذا الشكل. هنا أطلب منك كم تريد تضيف؟ 100 كثير. الآن بإضافة إلى جهة الاتصال بشكل تلقائي، نضغط 20، نقص 20، هنا يطلع لك، يقول لك أوبن، افتح، يحولك على طول. أقول أنا إنه هنا تحدد فاميلي رجال ولا نساء حسب، يضغط لك على طول يطلع لك بهذا الشكل. تضغط أوبن يدخلك على الواتس بهذا الاتصال الذي ضافهم بشكل سريع. بهذا الاتصال بهذا الشكل، أقوم بالعودة. من جديد تضغط على نفس رمز الدولة، بهذا الشكل. هنا تضغط أيضا، تختار فاميلي، تختار هنا 20، على طول يضيفهم في جهة الاتصال. بتدخل جهة الاتصال بتحصلهم مواقيت في الواتس أيضا، في لما تدخل الواتس مفتوح معك، يطلع لك كامل حسب الرقم الذي تدخله. إذا أنت تريد تحذف، يتم حذف جهة الاتصال التي ضافت تلقائيا. التطبيق شغال 100%. ننتقل إلى التطبيق الآخر.